مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم عدد جديد من فكره سامي فهري. حصه اليوم بديناها بقطعه موسيقيه، قطعه جميله برشا، اهداء لكل الامهات. ان شاء الله يا ربي كل ام تتفرج فينا تكون بالف خير، بصحه وسعاده. شكر خاص للفرقه الموسيقيه، فرقه مزيكا بقياده المايسترو خالد بن عيسى. ضيوفنا اليوم باش يكون معنا الكورنيكور عمر جمل، بلينغوس الفنانه والمطربه لميا جمال. مشاهده طيبه للجميع. واحد من اكثر المحللين الرياضيين اثاره للجدل يجيب بحذنا في حوار صريح جدا، نستقبله بحذنا عمار جمل. مرحبا بك عمار. مرحبا بك يا دي. مرحبا بك عمار. لو نشوفوا الخدمه نتاعك ككرونيكور، ياسر تتنقل من اي اف ام المزيك، من كارتاج بلوس للحوار، في وقت قصير عملت محطات متنوعه. ايه كبروا بطوطه ساكي على ظهري وندور من بلاصه لبلاصه. كيما الواحد هذه اليوم تلقى مشيت لكارتاج بلوس مع كاكتوس، ومن بعد مشيت للحوار التونسي، من بعد مشيت للاي اف ام، من اي اف ام مشيت للمزيك. سا دي بونتي والخدمه اللي تقدمها. شنو المحرك الاساسي للانتقال؟ معناها شنو المحرك؟ معناها حتى موتور وراي 60 زايله ونجري. تي ما هو سامحني انت وخدمتك اللي تقدمها، وانت باش تتطور من بلاصه لبلاصه. من ويني ويني اون جينيرال هذه نمشي لبلاصه، معناها الامور الظروف الماديه فيها باهيه ولا متوسطه. فهمت؟ مثلا نحكي لك حتى على التجربه نتاع اي اف ام. والله ما كانت هذه، ما كانتش التجربه نتاع اي اف ام الحقيقه، ما كانتش ظروف ماديه. كانت فما حملة صغيرة هكا على النجم الرياضي الساحلي وقت اللي تلعب على البطولة، واني تعرف اللي قسمت معناها على القرآن اللي باش نكون محايد إذا باش نبدأ، معناها ظهر الأمور أني باش ما فماش واحد يدافع على طول أكثر مني، خاطرني أني كنت قائد في النجم الرياضي الساحلي وهزيت ترويت في النجم الرياضي الساحلي. معناها كنت النجم من نقعد غادي ونعمل مشاكل ونسيب القرآن على جنب، ولكن ما واش من طبعي، فخيرت أني معناها ننسحب في صمت ومشيت على روحي وكهو. معناتها أنت كنت متغشش على اللي قاعد يصير في إي اف ام تجاه النجم الرياضي الساحلي؟ مي بيان سور. رغم اللي أنت اليوم من أكثر الناس اللي تنقد وتنتقد وتثير غضب الجمهور. إيه يا ديماني، كنت في راديون مثلا كي نحل السبعة متاع الصباح نلقى حملة عن نجم الرياضي الساحلي، قد تكون حملة ما يقصدوش، ولكن معناها نلقى مثلا شكون يسب في رئيس النجم الرياضي الساحلي، نلقى شكون يقول لك النجم الساحلي ما يستحقش البطولة. تنجم تنقد، أما مرة مش سبعة أيام وسبعة ليالي. وانت علاش ما بقيتش غادي باش تبقى صوت الراي المخالف وتعمل توازن؟ علاش سياسه النعامه انك تهز فليشتك وتراوح؟ نمشي خير حالف على قران، شنو باش تهبط معايا القبر؟ باش تهبط القبر معايا انت زاده؟ باش تدخلونا لجهنم؟ حلفت على قران يا خويا اني باش نكون محايد، لازمني نكون محايد. ما هو هما اذا كان هما مثلا تجناوا على الاتوال، انت العشيه تعدل الكفه. ما حلفش هو على القران. يعني حلفت على القرآن لازمني نبدا محايد. هو سامحني يعني شنو اذا كان مش نقعدوا نتعاركوا يا اخي، عارك سرادك هو غادي نقعدوا نتعاركوا. تيما مشيت معناها في امن نلقاها الامور. شوف حسيتها فما شويه حمله، ولو اني معناها تعرفني هذيك كي نخدم في راديو نحب ديما نمشي في هدوء ونرجع في هدوء، وما نحبش راني نخرج من بلاصه ونقول ونبدا وكذا. كنت نخدم في اذاعه محترمه، البرنامج نتاعنا كان في نسبه الاستماع الاولى الحقيقه سبور بلوس، ومن بعد مش خرجت من غادي خاطر حسيت فما حمله، فما حمله، فما اذا كان تنقد تنقد مره مش يومين. فهمت؟ خالص في فلوسك من اف ام؟ الظروف والله ما نحبش نتكلم عليها. الفلوس شو لو هما خلصوك، لو كنت خالص في فلوسك؟ والله هذه خلصوني، لو علاش نكذب على الناس؟ ما فما جزء بسيط ما خذيتوش. لو عطاوك الجزء البسيط وفوق منه جزء اخر، يمكن راك قعدت حتى والنجم الرياضي الساحلي. لا لا لا, لا, لا خذها مسلمة، الظروف الامور مادية. علاش بيني مستحق يعني ثاني عملها راني من الاخر هذه تو في الوحده كغرام وكمعناها حاجه معناها نحبها. فهمت؟ سينو نمشي للتدريب يا حاجه نحبها هكا، ما امور ماديه ما لاوش برشا الحقيقه. اما شنو
ما نمشيش نمد وجهي في بلاتو باش اني نبدا نتكلم وكل شيء باش العباد تشوفني واني ما نخلصش. هذا ما فهميش ماكش تحق فلوس ماشي مكفي. يعني نحب اخويا نلوح، نحب نعطيهم الواحد زوالي، نحب المفيد حقي هذا باش نمشي نوري وجهي كيف فما برشا. شوف افسد شويه راهو الدومين، انا نعطيك من الاخر خاطر كلها ولات تحب يقعد على كرسي يعطيه يوري وجهه ويحرك شويه الامور، يحرك الطنجره يعمل بوز وكل شيء ويمشي. أه؟ يعني خويا ما نمشيش اني باش اني نقعد مع، نحبش اني وريت وجهي ولعبت الكوره ويعرفوا لي العباد وكل شيء. يعني ما نمشيش للتلفزه ولا الراديو للشهر، حاجه قلت لك نحبها معناها مغروم بها. يتقال في الكواليس انه فما شكون يدعم فيك باش تتنقل وهو اللي يدس فيك في الاعلام باش اليوم تكون موجود على كرسي كرونيكور. من يقف وراء عمار الجمل؟ بربي شكونه هذا اللي معناها عنده البوفوار هذا كل انه باش يهز عمار من كارتاج بلوس للحوار، وخدمت مع كاكتوس ومعايا فيب وتوا في الحوار وكل مره وفي موزايك وكل سيف راه معناها يكلموني، واخر السيف هذا اللي فات كلموني شكونه هذا مثلا على العنطر هذا شال سيف وريهولي بربي. يا يعني عنده بوفوار هذا كبير برشا يا اخي. شنو خدمتي تفرضني؟ ما صرتش خدمتي حاجه عظيمه ياسر. مانيش العظمه ربي يتخاطفوا فيك. لا ما همش يتخاطفوا فيك. طارق ذياب عمار جمل احتراماتي نحبوا طارق ذياب توا هاكم المرسى بدينا نقفوا توا بدينا على بكري معناها هكا في ليه خويا شوف يتخاطفوا فيا ودرشوا مش ما قلت لك شيء تواضع. لا متواضع وما همش يتخاطفوا فيا ولكن شيء. اني قلت لك خدمه نعمل فيها بحب وكل شيء كي نمشي نخدم مثلا تكلمني وانت تعرف اكيد انت معنا في الاعلام وتعرف انه فما كل عام معنا تتحسن الامور، فما تلفزه تكلمك، فما تلفزه هذه، فما راديون، فما يدزوا فيك دزين. شكون بربي اللي يدز فيه هذه؟ بربي شكون هو اللي يدز فيه؟ اللي عنده مصلحه انك انت تكون موجود. واش هي مصلحه؟ سامحني لاعب خي سامحني خي جاي بالك سامحني هابط من سلفادور يعني دول تونس لعب كره ولعبت وزيت ترويت واحترفت في اوروبا. اي هذيك حاجه. واليوم نحكي على الاعلام الرياضي معناها تو يجي انت معناها تحب تتكلم معناها فما حاجات لازم الامور تبدا واضحه خاطر اللي تشوف فيهم العباد اللي تحللوا كل شيء هذوك معناها هذه فما برشا لاعبين كره وفما هكا اللي ماهوش لاعب ماهوش عمل كارير كبيره تلقاه سبحان الله هي موهبه كيما موهبه في الكره كيما موهبه في اللسان راهو كيف كيف تلقاه ربي اعطاه موهبه في اللسان وتلقاه تعلم بربي. اما اقوى لسانك ولا سقيك؟ زوز كيف كيف كل لساني كي سقي. ليه فما حاجه امضى من حاجه؟ سقي يمكن خاطر عملت بهم كارير وهزيت بهم تترويت. لساني ما زلت معناها كي بديت كي بديت عندي ثلاث سنين فانا في الاعلام. جلست على كرسي المحلل؟ باي نجم نسميك محلل رياضي ولا تقول انا في طور اني نكون محلل رياضي؟ لا انا يعني محلل رياضي وقاعد من نهار بعد ونحسن معناها في حاجات فيها الحقيقه قاعد نحسن في حاجات فيها ولازمك تتحسن. اذا كان ما تحسنش وما تعرفش اغلاطك وين راك ماكش في طور باش تقعد غادي. واني قلت لك نعمل فيها راني معناها حاجه مغروم بها. عندك برشا اتهامات. اول اتهامك بالشعبويه. عمار الجمل هو عراب الشعبويه الرياضيه. نبداو بالنقطه الاولى. تو انسان يحلل نهار كله هو امثال شعبيه، المال السايب على من السرقه، دز خوطه في الشربه، رجلها ممدود وهي تبكي على محمود. تو انت سامحني ماشي تحلل ولا تقول عليك في زاويه معناتها؟ خلينا نبداو واضحين. الساعه الامثال الشعبيه نستعملها ديما في وقت المشاكل، وما اكثر المشاكل نتاعنا وما اكثر مشاكلنا في كره القدم التونسيه ما نستعملهاش وين نحلل في ماتش. والامثال الشعبيه ايش بها؟ تحب انت تو تحب تقولي انت شعبوي على الاخر؟ مخليني شعب. اي ما يجيش اليوم خليني شعبوي. انت تحب تردني خليني شعبوي خويا. يعني نخاطب في الشعب بليف اقوى اعلامي شكونه؟ اقوى اعلامي عبد العزيز العروي يستعمل في الامثال الشعبيه. والله كان جاء عندك النقوز اللي يضرب به بوم والله نضرب به. خلي الشعب يفيق شويه. اي ما هذاك حكواتي راه يقول في حكايات وقصص. انت اليوم تحلل انت اليوم تاثر على تو مش كنت تو كنت نحكي لك تو قلت لك راني مانيش نستعمل في الامثله الشعبيه في تحليل المقابلات مانيش نستعمل فيهم كي نبدا نحكي على مقابله في شوف هذا يصب في التكنيك والتكتيك مانيش نحكي في الامثله الشعبيه. اما كي نبدا نحكي في امور مشاكل نستعمل الامثله الشعبيه ونحب الامثله الشعبيه.
واحنا شنو معناه نستعمله في لغتنا في حياتنا نستعمله امثله شعبيه. انا عمري ما سمعت محلل رياضي محترم قاعد يقول في امثله شعبيه. كيبدا كي الله غالب كي تبدا تحكي في تونس كي تبدا في المشاكل وكل شيء عادي طبيعي جدا انك وين يقول لك حاجه هذه يعني خويا سبونتاني تجي الكلمه على فمي والله نقولها والله ميم با والله ساعات ميم با نعرف انه فما مقابلات واضحين مقابلات باش نحكيو فيهم ولكن انا كي نقعد ما نقعدش اني نراجع في دروسي الكلمه هذه باش نقولها والكلمه هذه لا يعني خويا تجي كلمه على فمي نقولها المفيد ما نجرح من حتى حد وما نضر حتى حد وما نهتكش اعراض الناس ونمشي معناها واضحه اما مصطلحاتك ناقصه تهذيب ساعات كي هاي هات لي بربي هات لي علمنا بالله هات لي المصطلح ناقص تهذيب هاي تفضل شنو هو مصطلح ناقص تهذيب؟ سيدي لما تجي تقول مونتاليتي خايبه لهنا لا مسؤولين محترفين لا لاعبيه محترفه حتى شيء بوسخوك تحكي على العنف هاي البنيه وانت وش طايح الزلاط شو هذا؟ هربت انت تو تمد في حاجات تختف من كل تسمع في راديون تختف من هنا تختف كلمه من هنا ما وشوف المواضيع انت اللي قاعدين نحكيوا عليهم شوف المواضيع هاي هاي اش طيح الزلاط وبنيه وخنيفري وكل شيء في كره القدم التونسيه ما نقولوش في التلفزه بنيه وخنيفري نقولوا عنف عنف اي هذاك كي تبدا انت سيل هادي هوري كذا للجمهور قدامك ما شاء الله ويبدا بحذاك فن وكل شيء ولكن في الكره فما البنيه وفما العرك وفما الزلاط وفما الحجر واني واحد من الناس يعني علاش يعني ما نحبش نشجع عليهم انا ما نحبش يعني نحب مذابيت او تكروني نحب اللعبه معناها اللي لعبتها واللي معناها عشقتها ملياني صغير نحبها تتذر وما نحبش اني بالغازون ونشوف الجمهور والعباد وتبوس في بعضها وكل شيء فما اسلوب شو الاسلوب هذي شديت لي في الاسلوب اسلوب شو الاسلوب شو الاسلوب زلات وعصا وحجر علاه ما تعرفوش وعليه ما تعرفوش انت زلات والعصا والحجر ما تعرفهمش الاسلوب الاسلوب شو الاسلوب الاسلوب لما تقول فما عنف مسلط نقولوا فما عنف هو فما عنف هكا معناها فما عنف تحبني معناها لحظه معناها انت تحب معناها تقنعني اني نرى في السمسومة حجرة هكا في التيران وكاميرا مين طايح ومشاكل وعرك وضرب معناها تحبني نوصفها والله مقذوفات وكل شيء ما في مقذوفات ظهر رميت بيبسة حتى في الأوروب فما يرمي لك دبوزة أما كرا لعوج غادي ما عايش نسك ما يلزم اللغة المستعملة في الإعلام تكون مهذبة شبه هذه مش مهذبة زلات مش حبونا معناها يودي شي طايح الزلات شي طيح الزلات حجره كذا مش مهذبه راه تشنيه مش مهذب يا ودي خويا ادي انسان خذها مسلمه تجي كلمه على فمي نقولها لا ما يلزمش هكاك لازمني نراجع دروسيا والنفاق تحبوا النفاق تحبوا النفاق انت تحب النفاق ماذا بيك واحد يجي ينافق ويبدا ينافق فيكم والله محلاها ومقذوف تحبوا النفاق لا نحبوا حسن اختيار المصطلح لا ما تخافش المصطلحات نتاعي تثري المعجم اللغوي نتاعك باش تنجم تقول كلام يختلف على الكلام هذا اللي بعضه كلام زقاقي سوقي شويه معناها زق زلالط وحجر وخنيفري ما قلتش خنيفري حجره كذا الشعب التونسي الكامل كي تكلمه هكا يفهمك اما كي تقول له مقذوفات برا لو شنو المقذوفات يرمي دبابه غادي ولا يرمي ما نعرفش يعني هكا الحجره وتعبني اني نجي نقول مقذوفات هك عندك حاجه فيك ومشكله كبيره برشا هي العصبيه لا 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 ما تمشي تداوي روحك لا 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 لا, لا. ما دامك انت اليوم تخاطب في الناس نقص من العصبيه ونقص من التشنج وهذه ظهر فيها تنجم تكون كان امراض نفسيه قاعده تكبر بيك بشويه بشويه دونك العصبيه نتاعك حاول انك تتحكم فيها بشويه بشويه مانيش عصب عصب والله ماني عصب ماكش متشنج لا متشنج كرا العوش هاو قداش من مره كي تبدا المقابله ممتازه وما فماش مشاكل في الكوره وتبدا ما فماش عوج ما فماش عوج خاطر عوج ياسر نبدا نحلل وكذا اما كي تبدا فما المشاكل وكل شيء نتغشش اي عمار اما ما نتغشش معناها نفقد اعصابي ونولي ما عادش نعرف شنو نقول اصلا ساعات كلمه الحق في اطار غش تضيع ما تخافش لا نخاف ما مانيش مهبول تعبش روحك تقالت لك اكثر من مره وتو نرجع لها مانيش مهبول ومانيش معنا نعرفش قاعد نقول كي نقعد في كي نقعد راهو اللي الغضب يؤدي الى الجنون شكون اللي حكى لك الحكايه وانت تو جايب لي الغضب يؤدي شكون حكى لك الحكايه هذه شكون اللي حكى لك هذه الغضب يؤدي الى الجنون كيفاش ترى ما تتصح ماني نعرف جنون الغضب جنون الغضب واحد كي يتغشش ينجم يكسر ينجم يسب ينجم يسيء لا 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 ديما نتغشش ولكن نعرف اش قاعد نقول ونعرف اش قاعد نعمل
مهم ياسر وتعرف ايش قاعد تعمل. انت عملت مؤخرا تكوين باش تولي مدرب؟ اي نجحت ولا ليه؟ نجحت. انت مدرب تاو؟ مدرب. ايه ان شاء الله مبروك. يبارك فيك. كاني مش عاجبتك تقول فيها وانا ما فهمتش. لا نشوف في فوزي بنزرتي اثنين. اذا كان باش نكون فوزي البنزرتي شخص ايام تضرب من لعبيتك بالكف؟ ما يضربش فوزي، ما يضربش، يسب ايه يتغشش يكسر كذا ما يضربش. دونك انت كيفو؟ خلنا ندخل الساعه ونشوفه. بالك بالك تلقاني على التيران رزيل و... وعليش عملت الفورماسيون هذه وانت اليوم عندك طموحات اعلاميه اكثر من طموحاتك في التدريب؟ تو من بعد خمسة سنين ستة سنين ما عادش نحب، ما عادش معناها ما عادش عينتي، ما عادش عينتي باش نقعد في بلاتو كل شيء. شنو نعمل؟ تدرب؟ قد يكون نجم نمشي للتدريب. اي نجم نمشي للتدريب اذا كان انا ما عادش عندي. خطرني قلت لك شوف هذه انا نعمل كل شيء نعمله بالكيف. انا بهت كيفاش تقرا؟ اش معنى كيفاش نقرا؟ معناتها انت عندك اذاعه وتلفزه والتزامات والتزامات عائليه زاد كيف كيف، و نتصورك راه تمشي نهار وتغيب عشرة. لا لا والله لا، كيبدا عندي ستاج بتاعني باش نمشي معناها نقرا وكل شيء ما نمشيش للتلفزه. ما تقلقش خاطر في الليل وزيد ما نمشيش حتى في التلفزه في الليل ما نمشيش، ونمشي معناها في نمشي نقرا على روحي معناها في النهار عادي ما نمشيش للاذاعه ويعرفوا معناها. وكنت وقت اللي بديت نقرا وقت ثاني موجود في اف ام، تنجم تسال معناها حتى اف ام اي منظر وما كنتش نجي معناها. المدرب عادل الخطيري يشكك في مصداقيه شهادات التدريب ويطلب يفتح تحقيق. قال لي حل على روحه تحقيق، شكون قال؟ واني من واحد من الناس نشجعت ولا باش انك تحل التحقيق؟ لا في موزايك حكي معاك بهدوء وقال لك يا عمار انا نحب نساعدك باش تولي مدرب باهي. هو باش يساعدك باش تولي مدرب باهي؟ ايه هو مدرب باهي. نبداو من نتفقوا الساعه. انا باش نقيم يعني راني معناها نعرفوا معناها مليح وكل شيء وحضرنا قداش من مره مع بعض، ولكن ما هو كي تبدا نبداو نحكيو انت تساعدني باش اني نكون مدرب باهي. انت مدرب باهي ما هو ينفع روحه ومن بعد ينفع العباد. هو مؤطر ليه؟ مؤطر معناها يعمل في محاضرات وكل شيء، نحترمه في الحاجه هذيك. وإنسان معناها قاري ومثقف ويعرف، ولكن باش تقول لي نساعدك باش تولي مدرب؟ لا. شفت أسلوبك؟ فوزي البنزرتي نجم يساعدني باش يولي مدرب. شفت أسلوبك؟ سامي الترابلسي. فما مدربين أخرين إن شاء الله ما ننساهمش. معناها فما برشا مدربين نجحوا في التدريب ينجموا يساعدوني. شفت أسلوبك؟ أسلوبك ديما غلط، ديما تقزيمي، ديما أسلوب عدائي. هذه خي تخيل أنت معناها كي يجي يعمل لي محاضرة، ما يعمل لي محاضرة يقريني، لازمني وقتها أنا باش نكون مدرب كبير سايي. من بعد أنت شخصية المدرب وأنت والتفكير، خاطر كي نبدأ في مقابلة أنا ماهوش يبدأ معايا هو قاعد على البنك، وقت ثاني وحدي باش نتصرف. قدم لك نصيحة ثمينة من ذهب، لازمك تعرف تتخاطب مع الناس، كون باهي وكون كول يا عمار. لحظة أعطيني بشوية بشوية، شنو هي النصيحة؟ اقرا لي بالجملة باش نعرف شنو نجاوبك. شو نقسمها لك؟ قسمها لي. شنو لازمك تعرف تتخاطب مع الناس؟ نعرف نتخاطب مع الناس. ما تعرفش نعرف تتخاطب؟ نعرف 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 نتخاطب مع الناس ونعرف نحكي مع الناس عيدي. ونعرف خاصة المعلومة اللي نعطيها للناس. عيدي كون باهي. باهي أنا يعني ديجا باهي، شكون قال له خايب؟ هو يعرف لي أنا باهي. أنت باهي؟ باهي برشا. والله باهي وصحابي والناس وهو أصلا يعرف لي أنا باهي. كون كول يا عمار. كرا العوج ما عادش يكون كول، هذه ما عادش فما كول. كرا العوج ما عادش فما كول. كول انت ترى العوج ما عادش فما كول. ونعرف ايش نحكي ونعرف نتخاطب مع الناس ومتربي ولد عائله وما عنديش حتى اي مشكله، وراني مانيش تو مانيش لاني عصبي راني حتى شيء. كرا العوج خويا نتغشش. قداش راضي حتى التو على مستواك كمحلل؟ الحمد لله راضي. قديش؟ اعطيني عدد. راضي راضي وكا ما نجمش نعطيك عدد. راضي معناتها 11. فما الناس شوف 11 على 20. لا لا فما الناس اللي تقيمك 11 على 20. فما واحد يقيم روحه تعرف تبيع تعرف روحك. فما ناس تقيمك وين مازلت نتعلم وما عنديش. 11 على 20 منصف عليك. شو تحب انت؟ تحب حتى 5 على 20 ما تسالش. راضي 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 ما شوف راضي مادامني ما نفك عرق حتى حد وما ما نكذبش على العباد، مانيش معناها نغالط في الناس. سبحان من لا يخ... فسألك مانيش نغالط في الناس، مانيش نغالط في الناس. الحمد لله راضي على روحي. باش تقول لي قيم وهذه ما نجمش نقيم، اما مانيش ما نغلط في
ما نغلط في حتى حد وما نفكش عرق هذا على حساب هذا. أنا قاعد غادي نشوف اللي نشوفه النجم، معناه اللي نشوفه صحيح ونقوله. قد ما نجمش نرضي معناه الناس الكل والجماهير الرياضيه راهو ما تنجمش ترضيها، ورضاء الناس غايه لا تدرك. هنا جاينا ايش معايا، خلينا نبدلوا الجو على خاطر الاتهامات نتاعك باش نرجع لها من بعد. هذه لعبه صغيره نفسروا بها شويه الجو. سي عماري، ايوه عملتها ولا ما عملتهاش؟ انت ملاعبي وكرونيكور، سجلت غنية بصوتك؟ عملت مال سجلت غنية؟ اي عملت، اي سجلت اصحابي فنانين مرتضى واستوديو من هنا، اي ودخلت للاستوديو بكل ثقه في نفسي سجلت غنية. شنو لونها؟ راب شعبي طربي؟ حسب طربي تو نتاك مع الطربي هكا شويه هكا راب، ما راب خلينا نقولوا راب. اي فيها كلاشيت؟ شويه مش برشا. شكون كلاشيت في الاغنيه هذه؟ كلاشيت روح، كلاشيت روح عادي ما تسالش. قعدت في الاستوديو قعدت حكيت شويه على مسيرتي هكا وكلاشيت شويه من هنا ومن هنا هكا و... انت كتبتها؟ لا صحابي. عملتها ولا لا؟ طلبت السماح من شخص وجعته بتصريح؟ ما عملتهاش. عمرك ما وجعت حتى انسان؟ لا حتى انسان. وطلبت منه السماح؟ لا مجعت حتى واحد. انت تطلب السماح تجيك نقيسه ولا لا؟ اذا كان غلط نطلب السماح، ما ينقص مني حتى شيء، حتى في حياتي، حتى في دنيتي، حتى في كذا. وفي الكوره غلطت مع ملاعبيه وطلبت السماح ومشيت له للدار وهزيت له ورد. شكون؟ لاعب مصري وتعارك تاني وياه، عمر مرعي تعارك تاني وياه في التيران. في معناها بعد ما تعارك تاني وياه وعركة باهية كبيرة عرفت روحي غلط، مشيت هزيت ورد ولا وجت على الدار وطلعت له والله العظيم وفرح بيا مسكين. دخلني كباب ولا عنقت وليت نبكي ولا نزل عليك كلمة. ومع ولاد بلادك ما عملتهاش؟ خاطر شوف حسيت بعد ما روحت لداري حسيت انه مسكين ولد معناها جاي من مصر ومتغرب وني وبصغار وكل شيء فهمت وبمرته، حسيت اني معناها غلطت في حقه وما عجبتنيش الحقيقة. مشيت طلبت السماح وكل شيء وزيت له ورد للدار ونعنق فيه ونبوس والله وبكيت زاد معناها وجعتني وجعتني اش عملت له فهمت. وانت اش عملت له؟ اي مش لازم نقول لك اش عملت له، ما وجعت سبيته؟ اي اش علينا تو برحمه ابوك بر. شفت لسانك موذي يا ودي هادي يغزل لي، راهو الكوره راهو تتعارك ونتعاركوا فيها وسل بلاعبي الكل يقول لك ساعات معناها الناس كل تتعارك وكل شيء، ولكن اني حطيت روحي اني جيت في بلاصته في بلاده واحد تصرف معايا كيك شنو باش نجم نعمل. والله وجعتني والله بكيت ومشيت عنقت وكل شيء وزيت له الورد اخويا وقلت له سامحني راني غلطت معك. عملتها ولا ما عملتهاش؟ تمارضت باش ما تلعبش في ماتش؟ تمارضت باي كي يبدا ماتش ماهوش مهم يا عملتها. ساعات ماتش ماهوش مهم يا عملتها. شنو نوع المرض اللي تخترعه باش ما تلعبش في ماتش؟ تعرف هادي ملي بديت نكور قسما بالله عندي بو ذبيح لحب يتنحى والله العظيم. والله اي حاجه كل شيء نشد البوذبيح والله ولا حبيت تمشي البلاصه نشد البوذبيح وبالرسمي وبوذبيح وعين حوت الزوز والله عملوا فيه كاريري كامله دار منهم مره هزيت مقص وقامت من هنا قلت خليه طفت شويه الصباع يدور الهواء يا رسول الله. عملتها ولا ما عملتهاش؟ مثلت انك مضروب في الملعب؟ لا ما عملتهاش. بالعكس اني ساعات كي نبدا نلعب ماذا بي يزيد 30 دقيقه خلينا نزيد نتمتع. عمرك ما طحت هكا؟ لا انك مضروب؟ بالعكس والله لا. كبار اللاعبين يعملوها باش يضيعوا الوقت؟ كبار اللاعبين ما يعملوهاش. فما كان ملاعب يخوف يعملها. انت تبدا خاسر واحد بلاش وتحب تسلت تعرف هذيك راه. فما برشا ملاعبين لعبت معاهم يعملوها. خاسر واحد بلاش ويعرفوا الماتش معناها قايله حنانيه كما نعرفيني و45 سخانه. يحب يسلت ويشد المولاي ويشد الكويس ويشدني كله يفصع اماني يا خويا ماذا بيا بالعكس يزيد ديما حتى يزيدني حتى سويعه نقعد نلعب كان الفيزيك ما نزلت النجم معنا. عملتها ولا ما عملتهاش؟ فكرت في الترشح لمنصب؟ لا ما عملتهاش. عمرك لا فكرت باش تترشح لمنصب رئيس جمعيه؟ لا 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 خذوا الكراسي والمناصب لا. اما مسؤوليه؟ لا 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 وتفيد؟ لا. منطقة أو جهة أو لا فريق؟ لا 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 مكش مسؤول به؟ مش مسؤول ما نحبش كي نجي ما نترشح المنصب ومسؤولية لا
ما هو جوي حسب تدخل لي زاده في حياتي شنو نحب وشنو ما نحبش. ليه عملت ولا ما عملتهاش؟ قلت لك ما عملتهاش وما نحبش، عندي حق ولا عندك حق؟ ولا الحمد لله. اضربت على اللعب قرفت؟ عملت هاي مال عملت عملت اكثر مره قرفت فيها على اللعب وانت مقتنع بالقريف اللي عملته؟ وتكون خارج يجري واحنا عندنا في البريم خاطر كل جمعيه بدا عندها البريم نتاع العقوبات اللي باش تنجم تاخذها. مره حطوا من جمله معناها العقوبات انه كي تاخذ ورقه صفراء ينحيوا لك 5 ملي، وكي تاخذ ورقه حمراء ينحيوا لك 10 ملي. اما سامحني اني خذيت الورقه الصفراء في اللعبه، لا تكون جاي ماشي باش يمركي واني جبته من السونتر خذيت صفر نلقى نحالي 5 ملي، تكيت في الدار على روحي وسكرت تليفوني. اي عندهم الحق. تاني منعك ببوت وزيد نحالي 5 ملايين الميتة وخسرت لك فن. تاني منعك ببوت وتفك لي 5 ملايين. خرج الامثال الشعبيه ريتو. اوكي خرج. اي ما تفهمها انت. اي 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 ونتصورك عبد العزيز العري راك تقعد تفرج تسمع وتبدا مركز. فما تونسي ما يتفرجش عبد العزيز العري؟ اي ما لا. اي ما من حق الجمعيه انها تنفذ القانون. يا خويا تخليني نحكي سبونتاني. يا باش تبدا باش تقول لي تو من حق الجمعيه انهي تنفذ. ما هو فما اني خذيت ورقه صفراء باش اني ما نلعبش المقابله جاي ولا بالعاني ولا ضربت. وقتها مبروك عليك الخمسه ملي. نتحمل مسؤوليتي اني شي عجبك فيها كنكون غلط مني هادي والله وراس امي كي نبدا غلط نقول غلط. نبدا غلط نقول غلط، اما تظلمني لا مانيش غلط. وزادوا فيك الخمسه ملايين هذمك؟ بكري بركه تو نحكي لك ونكسر في راسي معك. قلت لك راهي ماهيش المشكله نتاع فلوس. ماهيش المشكله نتاع فلوس، المشكله اني كي نبدا فما حاجه اني مثلا نخدم في راديون على حاجه معينه نخدم ما تنجمش ما تاكلنيش في عرقي. ونجي ونعمل حتى في الكره كيف كيف. عملتها ولا ما عملتهاش؟ طلبت من لاعب ماريولو. ما عملتهاش. شنو عمرك ما رحت قدام لاعب ومشيت له كفان وتقول له نحب؟ لا لا ما طلع حتى كراوش معناها بدلت ثاني. تعرف كيفاش؟ خليني نحط هكا باش خاطر ما عملتهاش اني في مقابله مشيت خذيت مريوله نتاع لاعب. عملتها مره وقت اللي جيت خارج من اف سي كولن وبودولسكي ماشي الارسنال وتعشرت ثاني ولينا اصحاب. قلت له باش ننزل مريول بعد مقابله. قلت له باش ننزل مريول. قال لي هز على روحك. هذاك المريول الوحيد. المريول الوحيد في الفيستير بين معناه زميلي. أكاهو. لو تلعب مع كريستيانو رونالدو. أي. تمشي له آخر الماتش تقول أعطيني مريول. تلهميك المريول ما عنديش. ما نحبش نتلهمك يا أخوي. هذه نتاع تلهمك مريول. مش تلهمي ذكي. لا 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 تلهميك من المريول. ها. عينته فيك هو يجيب لازمك كي تطابل التيران تقعد تقارن في روحك أنه أنت وياه. أنت ما أنت ما قعدتش يعني يقعد نجري في جرة مريول شنو باش يزيد فيه؟ شو نعمل له معناه؟ شو نعمل به المريول؟ فما شكون يعتبروا التذكار لا يقدر بثمن. مبروك عليه التذكار. يعني يا اخويا نلعب في التيران وكل شيء. قلت لك المره الوحيده اللي عملتها مع بودولسكي وما نحبش نبدا نجري. اما جاوني ملاعبي كنت نلعب في الاوروب نبدلوا مع بعضنا عادي. عملتها ولا ما عملتهاش؟ وكون صادق هنا. نظفت مساجتك قبل العرس. عملت هاي. هاي وفما رجل ما نظفش مساجاته قبل العرس. عملت كلها تنظف مساجاتها عادي. فسخت؟ نظفت مساجاتي شنو عادي. كان فما يكذب عليك يكذب عليك انه راجل يجي اغزر لي توريت خاطر نبداو مانيش نحكيو في الحقيقه. ما فماش راجل قبل العرس ما نظفش المساجات نتاعه. خذها مسلمه من عندي. كلها نظفت المساجات وكلها. بعد كتعرس تبدا مستقيم. عملت ولا لا تدخلات تجميليه؟ عملتها هاي هاي عملتها. شو مش بدلت خشم ولا بدلت وثن ولا دقه صغيره دقات هاي دقه شنو صغيره واحده خفيفه محتاج. شكون هو قد ما يدقش هذه تونس كامله تدق توا شنو عادي ماهيش. وكنت صرحت قبل معناها قلت هاي عملت ضربه صغيره بوتوكس وشعر. هاي زرعت هاي زاد هاي زرعت شعر زرعت شعر في تركيا ما قبل معناها. شوف هادي انا نلعبوا بالكوره راهو شمس وتضرب بالكوره بالراس بالراس بوني مدافع بالراس 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 ياك هاو. كنت نغسل في وجهي نورمال وليت نغسل الهوني بضربين الراس ياك هاو. مشيت سامحني زرعت
هبط أنا حاجة خفيفة، أنا خفيفة ماهوش برشا زرعت الحقيقة. ليش هالعملية اللي عملتها؟ والله ما هو برشا، هو طلعت لي شوية من قدام هوني، معناها قلت لك بالكورة وكل شيء، نتاع معناها 1500 شعرة زرعت. ناس تعمل في 6000 أو 7000. عملتها ولا ما عملتهاش؟ سهرت قبل ماتش مهم؟ لا ما عملتهاش مستحيل. لا. لا. ما تخرجش لا, لا 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 قبل الماتش، قبل الماتش ساعة بخمسة أيام فماش كلام. نشرب الماء ونعرف معناها ريكوبيري في الدار وكل شيء، فهمت؟ مستحيل. مش تبداو في اوتيلات؟ لا نمشي نبات في داري، ليلة الماتش أنا نبات في داري. كيفاش؟ مسؤول، مسؤول على روحي. كيفاش؟ معقول هذا؟ نمشي على روحي، نبات في داري. الحقيقة ما نباتش في الأوتيل. نخرج معناها من داري. نخرج من الأوتيل ونمشي نبات في داري، وليلة فينال ودنيا ما تبدأ مبلع ونخرج. فما مسؤول شافني وكل شيء وما كلمنيش. كي جاء مرة حكى معايا مرة، أسمع قلت له إني نعرف، قلت له لاني صغير لحد شيء، قلت له إني نرتاح في فرشي. وأصلا هذه لازم تكون عندنا العقلية حتى بين الملاعبين، لازم تكون فما الثقة متبادلة بين المسؤول وبين اللاعب. مش لازم سامحني راهو ماهوش ستاج تحسروا في ستاج سبع ايام وتقول هذا باش يجي نهار الماتش راهو معناه باش يعدي لي مقابله كبيره. ليه هادي راهو الملاعبيه تقلق بالحق تقلق. اي فما شكون يهز الشيشه نتاعو للوتيل؟ معناه في دار ولا في الوتيل كلها تهز. حتى انا قبل نهز الشيشه قبل الصباط، والله العظيم ولا نهز الشيشه قبل الصباط. تو معقول الكلام هذا؟ الملاعبيه كل اغزر لي. تعرف الحاجة الخايبة فينا أنه كي نخرج ونجيو قدام الكاميرا هذيك كلها تولي تكذب يا أخي وما عملتش. هاي كنت خويا فما عندي صاحبي كر علي الله يذكره بالخير ما نحبش نسميه ياك هاو كر علي بالشيشة قدام بابا أنه أنا نشيش عادي خاطر ما عنديش موبقات قبل وإني نلعب إنسان مستقيم. عندي كان أخويا بلوة شيشة الله يهديه هو يعرف صاحبي برشا راه ولعب معايا الله يهديه كر عليهم اللي عمري 19 اما توا والله نحيتها بالحق توا ما شوف اليوم كريستيانو رونالدو يشايش كريستيانو زيدا والله العظيم لا اله الا الله والله العظيم لا اله الا الله جاتوزو والله يقدر يضرب في الكريستال جاتوزو والله يتكيف والله فيراتي بالوتيلي كلها تشايش كلها تكيف انشيلوتي كلها بس كلها تكيف وكلها كريستيانو رونالدو يشايش شنو يزي بلا واحد تعبنا بعضك تصور بتاع الملاعبية تو تصدم يمكن مرة جرب شيشة ولا ايه ما هوش ولا يشيش لين خلنا نفسر لك ايه متغيرش جرب مش معناه هو في الأربعين ورياضة وجسم مثالي وانت كرشك بدأت تخرج عمار وين تخرج وين تشوف فيه بدأ يستفز فيه هذي وين يكرش ندري انا صباح وليل شو بدأت تخرج لا صاحبي وشوف ملاعبية العالم الكل ما تلقاش واحد مستقيم 100% لازم تلقى عنده يمين يسار يا تلقى معناها الشيشة في الأوروب لو يحسبوا ايش معناها حاجة كبيرة. عملتها ولا لا؟ أدمنت على حربش النوم؟ عملتها أدمنت على حربش النوم. شيء ما تنجمش ترقد عمار لما وصلت ما نرقد خمسة بتاع الصباح نرقد خمسة بتاع الصباح ونقوم الثمانية بجاربي أنا هي البارتي اللي باش نجم نلعب فيها راهو كي تبدأ تلعب في مقابلات كبيرة هذه ما يجيكش النوم تلمو معناها كونسونتري وتلمو معناها تخمم في البارتي ما يجيكش النوم ما ترقدش ويلزمك تاخذ حرابش لازم في تونس هاي ياخذوا حرابش النوم ملاعبية اكثريه الملاعبيه تاخذ حرابش النوم هاي اما يلزم حرابش طبيب يعطيها لك حرابش قويه طبيب يعطيها لك شنو حرابش قويه يا اخي واحده ثور هو حرابش قويه ما خاطر تستانس بحرابش لازمك تمشي الدوزه ما اقوى بعد دوزه ما اقوى لا لا حربوشه كل ليله مقابله نعرفوا روحنا باش نرقدوا الخمسه نتاع الصباح اكثريه اللاعبين ياخذوا معنا حربوشه باش يرقدوا بعد تقعد حتى كي تبطل الكره تقعد في جرتك باش نحيتها يعلم ربي كيفاش نحيتها والله وانا نصيحتي للاعبين ما تستعملش الحربش نتاع النوم والله يعلم ربي والله وصلت نحيتها بالحق نمشي للبسيكاتر وكل شيء باش نحيت حربش للدرجه هذه اي حاجه رهيبه هذه ويضروا راهو والعباد كان تدخل تقرا وتشوف من اكثر الحاجات اللي يضرهم حرابش النوم ما ننصحش الملاعبيه خاطرني اني تو قاعد نخاطب فيهم خاطر نعرف الملاعبيه يستعملوا في حرابش النوم واضح عمار باش نرجعوا في الجزء الثاني من الحوار اما في برشا استفزاز الجزء الثاني على خاطر باش نحكي على شيء اللي تعمل فيه ككرونيكور رياضي وحضر روحك لانه باش نكشفوا الاوراق الكل تفضل فاصل ونعود
كما عودناكم في فكرة سامي فهري نعطيكم أهم الأخبار وكل ما هو جديد والجديد اللي ما يلزمكمش تفلتوه هو إطلاق لابليكاسيون مونوبري تونيزي. أبليكاسيون تلقى فيها كل شيء كما البروموات الكتالوج الجديد وخاصة لفريات والتخفيضات اللي قاعدة تصير توا في مونوبري. أبليكاسيون سهلة في الاستعمال سريعة وبراتيك برشا. في الأبليكاسيون مونوبري تونيزي تلقى تيكية تقدم متاع الشراءات اللي عملتهم أونلين وإلا في مغازات مونوبري. هذا الكل تلقاوه في روبريك استوريك دي زاشا. في الأبليكاسيون مونوبري تونيزي تنجم تقضي اللي حاجتك به الكل وتشوف بها الأسوام ولي برومو وبالوقت وهكا تتحكم في الميزانية متاع قضيتك وتعرف روحك قداش باش تصرف. وإذا أنت من الناس اللي يحبوا قضيتهم توصل حتى للدار تنجم تقضي مرتاح بالأبليكاسيون أونلين. ولهنا نحب نقول لكم اللي تنجموا تقضيوا أونلين وتختاروا ليفريزون أدوميسيل وإلا غوتخي أون ماغازان. والخدمة هذه موجودة على ذمتكم 7 أيام في الجمعة. مرحبا بك في مونوبري. اليوم ليكسبيريونس داشا نتاعك تتبدل وتتجدد غراس لابليكاسيون جديده مونوبري تونيزي. تمتع بدي بروموسيون اكسكلوزيف فيهم لي برودوي اللي تحبهم واللي مستانس تشريهم وهكا تعمل دي زيكونومي على قياسك بلابليكاسيون مونوبري تونيزي. تلقى لي ايتيكيت نتاعك بسهوله باش تشوف ليستوريك داشا ولي ديتاي نتاعهم الكل وتنجم بكليك تجبد الكارتا سمايلز وتشوف السولد اللي متوفر فيها. سكاني واستعمل الليكتور كود بار باش تشوف بالوقت les informations détaillées sur les produits en magasin. Aqdim l'appli Biclic, abli le panier ou enzel à la commander, ikhtar bin la livraison à domicile ou service pratique click and collect. Monoprix Tunisie. Téléchargez à Mentawa ou tmatta Monoprix le col fi appli jdida. مالا من توا ما عليكم كان تاخذوا تليفوناتكم وتيليشارجيو لابليكاسيون مونوبري تونيزي تلقاه على ابل ستور والا على البلاي ستور. وكان تحبوا على الربح ننصحكم باش ديما تدخلوا وتعملوا طله على روبريك جو كونكور اللي فيها باش يطلع لك كود بار تسكاني في اقرب ماغازان مونوبري وهكا تدخل في القرعه وتربح. والمره هذه عندكم دي باك الكتروميناجي للربح على ذمتكم. حظ موفق للجميع.